مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي. كيف أعرف هل الله عز وجل غضبان علي أم لا؟ الجواب بسيط، إذا كان العبد مصرا على المعصية فيخشى عليه والله أن يكون ربنا فعلا غضبانا عليه، وإلا فالله تعالى ليس له ثأر ليأخذه من عبده كما يقول ابن القيم، ولو أهلك الله تعالى عباده جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، بل إن رحمته سبحانه تسبق غضبه كما حكم هو بذلك جل في علاه. طيب ماذا سيحدث إذا انتهت مرحلة الإمهال؟ إذا انتهت مرحلة الإمهال فستبدأ مرحلة الانتقام، أعوذ بالله، وهي مرحلة صعبة جدا ولها أشكال عديدة يختار الله تعالى منها ما شاء، كل عاص بما يناسبه. طيب من كان في وسط غضب الله ماذا يفعل؟ عليك الآن أن تعلن حالة الطوارئ التامة بسرعة قبل أن يحدث أي شيء. طيب ماذا أفعل؟ إذا أحسست أن الله غضب عليك توجد طريقة تذهب هذا الغضب عنك بحيث يعود الرضا إليك بعد أن فقدته. الحل أن تبحث عن أحد يخلصك من هذه الورطة، ولن تجد أحدا يخلصك إلا هو سبحانه، فهو الذي سيخلصك من هذا الغضب. كل شيء تفر منه عنه إلا الله، فإنك تفر إليه، قال تعالى ففروا إلى الله. أرأيت كيف أن التعامل مع الله يختلف تماما عن التعامل مع غيره؟ كيف هو سيخلصني؟ كيف سيخلصك من غضبه إذا لجأت إليه هو وحده؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فتستعيذ به منه بلا واسطة ولا شيء، وهذا لا يوجد مع أي أحد آخر إلا مع الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكى الخلق وأعرف الناس بالله، كان يستخدم هذا الأسلوب فيقول في دعائه أعوذ برضاك من سخطك. عن هكذا تكون دقة في اختيار الكلمات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل له، كلمه بكل مشاعرك وأحاسيسك، كلمه من كل قلبك، قل له يا ربي لا تغضب علي، يا ربي ارضى عني، يا ربي ليس لي سواك، قل له يا ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، كلمه قل له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صدقني سيرضى عنك، صدقني سيرضى عنك، صدقيني سيرضى عنك أنت أيضا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا لم نطلب منه ذلك ولم نسأله أن يرضى عنه فسوف يزيد غضبه سبحانه. قال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله غضب الله عليه، وربنا سبحانه يعلم ذلك، يعلم أن العبد إن لم يطلب منه فسوف يغضب عليه، والعبد لا يطيق هذا الغضب، لا يقدر عليه. توجد مشكلة أخرى وهذه تهدد سرعة انتهاء مرحلة الإمهال، وهو أن الذنب وإن كان صغيرا فإنه سيصبح أعظم وأشد إذا كان في حال غضب. يقول بعض الحكماء كما أن الأجسام تعظم بالعين في السراب كذلك يعظم الذنب عند الإغضاب. طبعا لن يكون راضي عنك يحتمل منك أخطاء قد لا يحتملها إذا كان غاضبا منك، وإذا أتى الحبيب بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. وهناك أمر مهم يجب أن تعرفه عن الله، لازم اعلم أنه سبحانه يرضى بسرعة، بسرعة يرضى بالقليل سبحانه، هذا لكرمه وفضله، وإلا فهو سبحانه يستحق الكثير، لكن لكرمه فإنه يرضى بالقليل وبسرعة أيضا، في لحظة واحدة تتوب إليه فيتحول غضبه إلى رضا، بل أكثر من ذلك إنه سيفرح، إي والله سيفرح، سيفرح بك أكثر من فرح الناجي الذي نجا من الهلاك المحقق. فحاول أن ترضيه، حاول أن ترضيه بالأشياء التي يحبها هو سبحانه. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. الله، لاحظ الألفاظ الجميلة، وتأكد أنه سبحانه هو يريد أن يرضى عليك أكثر مما تريد أنت أن ترضى عنه. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن أحيانا بلا فائدة. سبحانه ربنا سبحانه لا يطرد الناس من رحمته، ولكن أحيانا لا، بلا فائدة، العباد أنفسهم هم الذين يطردون أنفسهم من رحمة الله. نعم،
بعض الناس مصر كأنه يقول لا بد أن أدخل النار، مصر على أن يغضبه سبحانه، وإلا فهو سبحانه مع ذلك لا زال يدعوهم في كل يوم، يريد منهم أن يرجعوا إليه، وهو لا يريد أن يغضب عليهم، يريد منهم أن يعودوا إلى محبته ومرضاته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم، إنه يفعل ذلك في كل يوم سبحانه. ألم يحدث مرة أنهم أخبروك أن والدك قد غضب عليك، أو أن المدير يريدك فورا وهو غاضب، فخفت وأصبحت تفكر وتتوتر وتقلق، فلما دخلت عليه وكلمته هدأ غضبه وأصبح يضحك. في تلك اللحظة لما ضحك ستحس بشعور رائع مريح. أتعرف هذا الشعور؟ أنا متأكد أنك تعرف هذا الشعور، يعني مر فيك من قبل، تعرف ماذا أقصد. ما رأيكم أن نشعر بهذا الشعور ولكن هذه المرة ليس مع المدير، مع من هو أهم المدير، أهم الوزير، وأهم من الناس جميعا، إنه الله. أنا متأكد أيضا بأن هذا الشعور يوم سيكون في صدرك أحلى وأجمل بأضعاف مضاعفة عن الشعور به في الدنيا. أي والله، عندما تقف في أرض المحشر تنتظر الحكم الذي سيصدر عليك يوم القيامة، فينادى باسمك لكي تقف بين يدي الملك، فإذا هو رب رحيم رحمن، وهو راض غير غضبان. كيف سيكون شعورك؟ كنت خايف أنه غاضب، لكن فإذا هو راضي. أنا متفائل جدا بأن هذا هو ما سيحدث لنا جميعا إن شاء الله، ولكن دعونا نرضيه الآن قبل أن يحدث أي شيء. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يحفظكم من كل سوء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا من أروع المواعظ. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.